السلام عليكم تلاميذ التلميذات اولياء الامر، مرحبا بكم في قناه بروف عبدو. نتمنى تكونوا بصحه جيده. اول حاجه بغيت نقول لكم بلي راني درت قناه الثانيه، غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف، وكذلك في اول تعليق دخلوا هجموا عليها. دونك بزاف ديال التلاميذ كيسولوني على شحال من عطله مدرسيه بقات وامتى غادي يكون الموعد ديالهم. باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا، غادي نمشيو للمقرر تنظيم السنه الدراسيه وغنمشيو للائحه ديال العطل اللي خدامين بها في هذه السنه هذه. اخر عطله دراسيه دوزتها هي ديال منتصف السنه الدراسيه اللي كانت من 6 فبراير حتى 13 فبراير، دونك مزيان هذه دوزناها. شنو جا من بعد؟ غادي تجي العطله البينيه الثالثه اللي كاينه من 3 حتى 10 ابريل، المده ديالها اسبوع. من بعد كاينه عطله ديال عيد الشغل، المده ديالها غير نهار، عيد الفطر يومين، وعيد الاضحى 4 ايام. يعني هنا كيبان لنا بانه بقات فقط عطله يعني واحده لمده ديالها اسبوع، ماشي بحال العام اللي فات كنتو درتو جوج ديال العطل يعني مده ديالهم اسبوع في الدوره الثانيه. هاد العام هذا استثناء كما شفتوا، راه هادشي عرفناه من بدايه السنه الدراسيه. الهدف هو انني بغيت نقول لكم بانه يعني الا كنتي كضرب الحساب انه راه عندك ايام بزاف باش بريباري فيهم، لا، يعني بقات عندك غير عطله وحده لمده ديال اسبوع. يعني الا مازال ما بديتيش البريباراسيون هاد العام مختلف على الاعوام اللي فاتوا. يعني كاين تلاميذ اللي كيجلسوا حتى لهاد العطل هادو ديال المده ديالهم اسبوع، كيبدا كيبريباري في هاد السيمانه هادي، وكيتسنى حتى ديك العطل الاخرى وكيبريباري فيها. هاد العام هذا لا، ابدا بريباراسيون من دابا صافي، يعني ما بقى عندك ما تضيع، ما بقى عندك حتى شي امل، ما بقاش عندك تقول لا حتى من بعد بريباري لا. دونك غتسالي هذه العطله ديال السيمانه اللي قلت لنا غتكون في لفه ديال شهر 4، صافي غتبعوها ديريكتوم من قرايه 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 حتى النهار ديال الوطني والجهوي. وهادشي اللي كان اخوت، والله يوفقكم يا ربي، وبون كوراج لكم، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. وسمحوا لي كندوي هكا لانه ضراني الدرسه وكندوي في شكل وحق الله وصعيب. وهذا الفيديو هذا راه درته شي 10 المرات كنعاودو عاد ما سجلت هذا الاوديو. وشكرا لكم بزاف على السبور ديالكم، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله. We'll be right back.